رح نروح لاتصال مع المتنبئ الجوي مساعد أحمد من دائرة الأرصاد الجوية لحتى نطمن على حالة الطقس، كيف رح تكون لليوم ولبكرة؟ يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحكم وصباح مشاهدين كرام، حياكم الله. أهلا وسهلا، يعطيكم ألف عافية دائما يعني من دائرة الأرصاد والتنبؤات الجوية. حابين نعرف أكثر عن تفاصيل الحالة الجوية لعطلة نهاية الأسبوع، وسمعنا بأنه هناك منخفض جوي، حدثنا أكثر. نعم، يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية. يعني الحمد لله سقطت أمطار الخير يوم أمس في العديد من المناطق، تركزت بشكل رئيسي في المناطق الجنوبية والشرقية، والحمد لله كانت الفصولات جيدة. اليوم أيضا سنكون تحت تأثير حالة من عدم استقرار الجوي، تسود أجواء غير مستقرة، يرافق ذلك هناك انخفاض على درجات الحرارة، أجواء غائمة جزئيا في أغلب المناطق. يتوقع حصول زخات من المطر غير منتظمة في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من المملكة. الآن هناك احتمال أن تكون هذه الهطولات أثناء النهار غزيرة لفترة محدودة ويصحبها الرعد أحيانا، خاصة في أجزاء من شمال وشرق المملكة. درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، العاصمة عمان 18.9، مرتفعات الجبلية 15.6، مناطق البادية 22.9، الأغوار 28.18، وأيضا في خليج العقبة العظمى المتوقع اليوم 28 درجة والصغرى 18 درجة. اليوم بنحذر طبعا من خطر انزلاق على الطرقات بسبب الهطول المطري، وأيضا نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية، ومن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال وشرق المملكة. بالنسبة ليوم غد، منخفض جوي سيؤثر على المملكة، يتركز هذا المنخفض فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، انخفاض آخر على درجات الحرارة. الأجواء يوم غد باردة غائمة ماطرة في العديد من المناطق، توقع أن تكون أمطار غزيرة أحيانا في شمال وسط المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد. يوم غد أيضا نحذر من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال وسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت. هذا المنخفض سينتهي تأثيره مع مساء يوم السبت، ويوم الأحد إن شاء الله استقرار على الأجواء، لكن يوم الأحد ستكون أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق. نعم. نعم. بدنا نشكرك مساعد أحمد من دائرة الأرصاد الجوية أو من إدارة الأرصاد الجوية، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. أكيد، شكرا جزيلا. زي ما سمعنا يعني انخفاض على درجات الحرارة، ويعني منخفض يوم الليلة ويوم غد ويوم السبت مساء ينحسر هذا المنخفض. يوم الأحد يعني أجواء غائمة، نعرف خلاص الأجواء صارت باردة وإحنا في فصل يعني خلاص ما فيش مجال. نعم. فيش مجال.